مدبولي يؤكد أن منظومة مياه الشرب في مصر على أعلى قدر من الأمان، ويعلن عن انتهاء أزمة قطاع الأدوية خلال أسابيع. مقتل وإصابة نحو 300 في ضربات إسرائيل اليوم على لبنان، وحزب الله يرد بقصف مقر للموساد في تل أبيب. وفي اليوم 55 بعد 300 للعدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 41,000 شهيد، والإصابات تتخطى 96,000. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لطالما حذرت من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المنطقة في حرب إقليمية، مشددا على وقوف مصر إلى جانب لبنان فيما يشهده من تصعيد. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال مدبولي إن الحكومة لديها خطط لمواجهة أي سيناريوهات محتملة. بنعيش فترة شديدة الصعوبة وشديدة الاستثنائية لم تشهدها المنطقة ولا العالم بدون مبالغة منذ عشرات السنين، والتخوف ان هذه الظروف الاستثنائية ان يعني تتصاعد وانها تبدأ تدخل وتتسع وتدخل فيها اطراف اخرى، وللأسف ده اللي احنا بنواجهه النهاردة. وشايفين حضراتكم دائرة الصراع ابتدت تتسع لتشمل منطقة لبنان، وابتدينا نسمع ان بعض الفصائل اللي موجودة في دول اخرى زي العراق وسوريا يعني من الممكن انها تدخل ايضا في الصراع، وده اللي مصر من اول يوم في موضوع وازمة غزة حذرت منه، وقالت ان هذا الموضوع من الممكن ان يجر المنطقة والعالم كله الى كارثة انسانية كبيرة جدا، وان احنا نشهد حرب اقليمية واسعة النطاق. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أزمة قطاع الأدوية ستنتهي خلال أسابيع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ونقابتي الأطباء والصيادلة سيتم العمل على وصف الأدوية حسب التركيبة الدوائية وليس مسميات الشركات لتفادي نقص الأدوية. أنا طلبت من السيد النائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن يتم التنسيق الفوري مع نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، إن حتى كتابة الروشيتا، وده دول كتيرة جدا بتعملها، ما بيبقاش باسم الدواء بعينه اللي بإنتاج شركة معينة، ولكن بيبقى بإنتاج الاسم التحضيرة أو التركيبة الطبية العلمية، وبالتالي بيتقال له التركيبة، بيروح للصيدلية بيتقال له عندنا الثلاث أدوية دول اللي بيمثلوا هذه التركيبة، وبالتالي يبقى المواطن ما يدخش على دواء معين ولمجرد ان هو ناقص عشان الشركة بتاعته بصورة او باخرى بظروف معينة متأخرة في انتاجه، بينما في نفس اللحظة في نفس الدواء موجود ولكن بمسمى اخر. قال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة ماضية في ملف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الحكومة تستهدف تحقيق رقم 20 مليار دولار على الأقل استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى أن مجموعة من الحوافز الاستثمارية سيتم الإعلان عنها قريبا. لو إحنا بنستطيع زي ما قلت لحضراتكم نستقطب كبار الشركات العالمية وتبدأ يعني تستغل مصر كمركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق، وبنستهدف أن كل شركة من دول يبقى استثماراتها من 200 ل 300 ل 500 مليون دولار، نقدر نتصور أن حلم أن إحنا يبقى عندنا استثمار أجنبي مباشر في السنة بيتجاوز 20 مليار على الأقل، ونصل بصادراتنا بإذن الله زي ما وعدنا إن شاء الله على 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار، هذا الحلم قابل للتطبيق، وهو كل تركيزنا كحكومة إزاي نفعل هذا الملف بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والإجراءات الكبيرة. والسيد وزير المالية منذ أسبوعين لما وقفنا إن شاء الله حينتهي بالكامل من حزمة الإجراءات الإصلاحات الضريبية على نهاية هذا الشهر عشان ناخد بيها كل الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن. وأيضا السيد وزير الاستثمار زي ما وعدتكم بإذن الله
هيعرض مجموعة أخرى من الحزم، الحوافز والتيسيرات اللي هنقدر إن شاء الله من خلالها نحسن أكتر وأكتر في مناخ الاستثمار في مصر بإذن الله. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي آمنة تماما في مصر، وأن شبكة الصرف الصحي منفصلة تماما عن شبكة مياه الشرب، مشيرا إلى أن نسبة تغطية القرى في مصر من شبكات الصرف الصحي حتى عام 2014 بلغت 12% مقارنة بما تحقق اليوم من تغطية، والتي تبلغ 65%، وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس، منوها بأنه مع نهاية مبادرة حياة كريمة سيكون الريف المصري بأكمله مغطى بشبكات الصرف الصحي. أؤكد أن يعني الحمد لله منظومة مياه الشرب اللي موجودة في مصر الحمد لله على أعلى قدر من المأمونية والسلامة. إحنا عندنا عشان حضراتكم تبقوا عارفين 3050 محطة مياه شرب على مستوى الجمهورية. النهاردة مصر نقدر نقول نسبة تغطية مياه الشرب 99%. 99% يعني 99% لديهم شبكات ووصلات للمياه الشرب في منازلهم. طب الباقي ده بيبقى ايه؟ معلش انا هقول مناطق متطرفة بعيدة جدا، مناطق غير مخططة وعشوائية، اتبنت بيوت بعيدة، فبيضطروا احيانا ان هم يلجأوا ان هم يعمل زي ما بيقولوا البير او المكنة اللي بيطلعها عشان يطلع مياه. لكن 99% من جمهورية مصر العربية وصل لها شبكة مأمونة تماما من مياه الشرب. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان استدامة وقدرة الدولة على تحمل الأعباء في الإطار الذي تستطيع أن تستوعبه وتتحمله، وأنه عندما يحدث تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن بالتأكيد لا يكون هناك سوى التحرك لضمان استدامة تقديم الخدمات. بنحاول بقدر الإمكان نضمن استدامة وقدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء، ولكن في الإطار اللي احنا نقدر نستوعبه ونتحمله. وبالتالي لما بيحصل تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن بالتأكيد احنا ما بنبقاش سعداء بهذا الموضوع، ولكن ما عندناش بيبقى خيارات أو بدائل غير ان احنا نتحرك علشان نضمن استدامة تقديم الخدمات. وتاني ان انا بقول لحضراتكم لما خدنا القرار ان احنا ما نقطعش كهرباء تاني، احنا بنتكلم على ارقام كبيرة جدا جدا جدا، لازم حضراتكم نبقى، وانا قلتها قبل كده، احنا بنتكلم في متوسط من 300 ل 350 مليون دولار شهريا في ضوء الزيادات اللي بتحصل في الكهرباء نتيجة لنمو الدولة ونمو واحتياجات وبقت طبيعة الاستهلاك بهذا الشكل. ده رقم مش قليل. We'll be right back.
المزيد من التفاصيل حول وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي نستعرضها سويا مع الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. إليك كريم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من المؤتمر الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء اليوم في هذا الاجتماع على عدد من الملفات. من أهم هذه الملفات هي الملفات الخارجية والتعامل مع الأوضاع الخارجية وتصاعد الأوضاع في الإقليم بشكل عام، وتحدث عن أن مصر كانت قد حذرت من قبل عن من مغبة يعني تصاعد هذه الأحداث وما ستؤثر عليه هذه الأحداث في مصر والشرق الأوسط بشكل عام، وأكد على إدانته الشديدة ورفضه للعدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. بالطبع هذه هي النقطة الخاصة بالملف الخارجي. أما بالنسبة للملفات الداخلية وهي النقطة الثانية، كان من أهم يعني النقاط التي نتحدث بها في هذا الاجتماع هو التركيز على ملف الاستثمار الداخلي، وأيضا فكرة يعني الاستثمارات الخارجية داخل جمهورية مصر العربية وفكرة الرخصة الذهبية وعدد زيادة عدد هذه الاستثمارات، وأيضا تحديدا الاستثمارات الخاصة بتخارج القطاع الحكومي من عدد كبير من المنشآت والمشاريع الحكومية بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا كانت تتحدث في ملف التعليم، وملف التعليم تحدث عن استخدام المنشآت التعليمية غير المستغلة في عدد كبير من المحافظات وإعادة استغلال هذه المنشآت مرة أخرى. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي الهدف منها هو يعني تقليل كثافة الطلاب داخل هذه الفصول أو الفصول التعليمية بشكل عام في مصر. كنا تحدثنا من قبل يعني حسب أذكر في المؤتمرات السابقة أن متوسط يعني الكثافة الطلابية في الفصول تقريبا 60 طالبا، هو الآن يعني وصل إلى ما يقرب من 50 طالبا، وما زال العمل جاري على تقليل هذه الكثافة. النقطة أيضا الأخيرة التي تحدث فيها هي الجزء الخاص بدعوة عدد كبير من خبراء الاقتصاد وأيضا يعني المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من رؤساء النقابات من أجل أن يعني حضور هذه المؤتمرات الدورية الأسبوعية لمناقشة الملفات الاقتصادية الخاصة التي تخص المواطن بشكل مباشر. هذه هي الصورة من العاصمة الإدارية الجديدة. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه جاري الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من مختلف الوزارات بهدف إرسالها للبرلمان. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المنطقة وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي. وعلى الصعيد الداخلي جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة والعمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، إلى جانب العمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية. وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، وذلك استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، بما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي التي من بينها زيادة معدلات النمو والارتقاء بحجم الصادرات المصرية. زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات في إطار جولته لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمدينة السلام بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. وخلال جولته بالمدرسة تفقد رئيس مجلس الوزراء أحد فصول مرحلة رياض الأطفال، كما تفقد العيادة الصحية بالمدرسة للتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للطالبات. وفور وصوله أكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لعدد من المدارس تأتي في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع التعليم، لا سيما مرحلة التعليم قبل الجامعي، مع مواصلة السعي الجاد للنهوض بمنظومة التعليم وتطوير جميع محاورها،
خاصة العنصر البشري من خلال دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية. وعقب انتهاء جولته التي بدأها بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية، قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة مفاجئة لمدرسة محمد متولي الشعراوي الإعدادية بنين لمتابعة سير انتظام الدراسة بها. وخلال تفقده للمدرسة تأكد للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية، تعرف رئيس الوزراء من الطلاب عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة وكثافة الفصول ومدى اهتمام المدرسة بتقديم الأنشطة الرياضية وممارستهم لتلك الأنشطة في الحصص المخصصة لها، حيث أكد الطلاب أنهم يستقبلون العام الدراسي بكل جدية وحرص على الحضور وتلقي الدروس التعليمية، مشيرين إلى سعادتهم بتقليل كثافة الفصول وحرص إدارة المدرسة على الاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية، وهي شركة مساهمة مصرية. يأتي تأسيس الشركة بغرض إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة ونظام المياه الذكي وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة مياه الري، وذلك باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بما في ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه والرافع والمنشآت المماثلة المتعلقة بالمياه أو مياه الصرف الصحي داخل العاصمة الإدارية الجديدة. شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجيين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، والذي صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدام مدير كلية الضباط الاحتياط وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين. بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، والتي عكست الكفاءة القتالية والقوة البدنية والمهارية العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية. أعقبها عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح، وعرض عدد من الابتكارات والبحوث الفنية التي نفذها طلبة الكلية والتي تهدف إلى مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات. واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام.
كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريما لروح شهداء الوطن الأبرار. وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية. تلا ذلك تكريم أسرة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي، وردد الخريجون يمين الولاء. وألقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال من طلبة الكلية القادرين على الوفاء بالمهام والمسؤوليات، لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم. وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير كافة الإمكانات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته، وأن الضباط الاحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، كما أشار إلى أن مصر تنطلق نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التي تحيط بها، مما يفرض علينا أن نكون دائماً على أهبة الاستعداد والجاهزية، ولن يتأتى ذلك سوى بعقول وسواعد رجال أشداء يذودون عن الوطن ويبذلون كل غال ونفيس لتبقى رايته عالية خفاقة. قامت وزارة الداخلية بإفادة عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم في بداية العام الدراسي الجديد. يأتي ذلك تأكيدا على أن تضحيات أبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة كأروع مثال في التضحية والفداء. مشيت بدري وكل العمر ما بيجري بتوحشني. مع بداية العام الدراسي الجديد وفي إطار الاهتمام بدعم أسر الشهداء وتوفير الرعاية لهم، قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم على مستوى الجمهورية وسط ترحيب كبير من زملائهم في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة. اليوم ده بيبقى مميز جدا عند الولاد، بيبقى يوم مختلف لأن هما بيشوفوا باباهم قدام عينيهم تاني كأن مصطفى الله يرحمه موجود وبيصطحبهم بنفسه للمدرسة. بشكر السيد الرئيس إن هو قال للضباط يجوا ويوصلوني المدرسة. النهارده أنا فرحت وده إداني حافز ليا إن أنا أكمل وأنجح بإذن الله وأبقى ضابط زي بوك. أمان عليك يا أبويا وأنت في الجنة، ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي عشان أنا غصب عني كمان اللي بتمنى. خدني من البيت على المدرسة وعملوا لي ترحاب كبير جدا في المدرسة، وده شيء أنا فخور بيه من وزارة الداخلية. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللمسة الجميلة ولمسة الوفاء للشهداء إنهم بيكرموا أبناء الشهداء أول يوم في الدراسة، وهو حس قد إيه إن بابا لسه موجود، مش بابا بس، وزارة الداخلية كلها كانت موجودة عشان تقول له إن إحنا موجودين بدل بابا وإن إحنا مش هنسيبك. يعتز أبناء الشهداء وسط هذا التكريم وحفاوة استقبالهم بتضحيات آبائهم التي تعد مبعث فخر لهم بين زملائهم والقائمين على هذه المدارس. كنت مبسوط جدا ان الضباط معايا ودخلوني لحد الفصل، ما كنتش حاسس النهارده ان انا لوحدي، وحسيت ان في ناس في ظهري وبيقدروني. عشانك انت، عشان بكره، عشان ناس جايه بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح انا فادتها مدى الحضن اللي ربك
واللي قواني. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة. ده بصراحة بيحصل كل سنة من أول استشهاد باباهم، وده بيفرق معاهم جدا وبيدي للأولاد دعم كويس في طول الدراسة. يا شمس بلادي عمرك ثانية ما تغيبي، هكمل رحلتك يا حبيبي من بعدك. تتكرر المشاهد الإنسانية لاصطحاب رجال الشرطة لأبناء الشهداء إلى مدارسهم في كل المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد، في لمسة إنسانية تؤكد على الرعاية والدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لأسر الشهداء، وأن التضحيات تظل خالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه، وتأكيدا على الدور الوطني الذي قدمه هؤلاء الأبطال لعزة الوطن ورفعته. أحب أشكر سنة الرئيس على اهتمامه دايما بأسر الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم في داخل الوطن. شكرا لوزارة الداخلية وشكرا للرئيس. عشانك أنت، عشان بكرة، عشان ناس جاية بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح أنا فادتها، مدى الحضن اللي ربك واللي قواني. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة، ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي. النهاردة صحاب أبويا جم يوصلوني، ودي أكيد حاجة تفرحني. من وزارة الداخلية أحب أشكرهم جدا، قعدت أشكرهم طول اليوم مش هقدر أقف بعدهم والله، بس أكيد طبعا فرحان بحاجة زي كده، هما دايما بيفكروا فينا ومش ناسيننا خالص. أنا وعدتك في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش، وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. كنت دايما متعوده ان فوقي هو اللي بيوصلني دايما اول يوم، عشان دي حاجه طبيعيه. بعد كده دلوقتي بقى زمانات فوقي هما اللي بييجوا يوصلونا، وبجد بيحسسني دايما ان فوقي لسه موجود، لان هما وعندي واحد بجد بهب قوي قوي اليوم ده عشان هما يجوا معايا. رعايه متكامله تقدمها وزاره الداخليه لاسر الشهداء بخاصه ابنائهم، سواء اجتماعيه او تعليميه او معنويه، وفاء لتضحيات الشهداء التي سطرت دماؤهم الذكيه ما ينعم به الوطن من استقرار. مع بداية عام دراسي جديد، تم اصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم تقديرا لتضحيات آبائهم في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذا الوطن، وهو تقدير يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية وتقديم الرعاية لأسر الشهداء. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. اجتمع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة. تناول الوزراء التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.
شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في فعالية رفيعة المستوى حول المياه على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 الجمعية العامة للأمم المتحدة. وألقى عبد العاطي كلمة أشار فيها إلى أن أكثر من 70% من المخاطر المناخية مرتبطة بالمياه، مشيرا إلى ما يشكله ذلك من تهديد خطير للأمن الغذائي والأمن المائي وسبل العيش، مما يتسبب في العديد من الخسائر والأضرار، مستشهدا بتقارير البنك الدولي التي تشير إلى أن ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها قد تتسبب في خسائر تصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول عام 2050. التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مريانا سبولياريتش إيجر على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك. وخلال اللقاء أشاد الوزير بأنشطة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية لرفع مستوى الوعي بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، ونوه بالشراكة المتميزة مع جمعية الهلال الأحمر المصري في مجال تنفيذ الأنشطة الإنسانية. وثمن الوزير الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة مستقلة ومحايدة تضمن حماية ومساعدة ضحايا النزاعات والعنف، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأشاد عبد العاطي بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 51 شخصا وإصابة 223 آخرين في الغارات الإسرائيلية على لبنان. وأضاف وزير الصحة اللبناني أنه تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة أحوال النازحين. ساعات الصباح الأولى سقط 51 شهيد و223 جريح، هيدا اليوم بضربات المختلفة اللي كانت بالمعيسرة أو بجون أو ببعلبك الهرمل أو بمناطق الجنوب. الموضوع الأساسي هو نحن ما هي الخطة اللي وضعتها وزارة الصحة للنازحين وكيف النازحين بيقدروا يوصلوا لهذه الخدمات. بأول شيء بدي ركز أرجع أذكر بالرقم الخط الساخن اللي عم تعمله وزارة الصحة للنازحين واللي هو 1787، رقم 1787. نحن يعني بلش يجينا عليه اتصالات حتى الساعة، نحن اليوم صرنا مستقبلين عليه 372 اتصال، وساعدنا كثير بمرضى إن كان مرضى الغسيل الكلى أو مرضى كذلك في حوامل كان لحتى وجهناهم إلى المستشفيات، وحنعطيكم معلومات أكثر بهذا الموضوع. أول شيء بدي أقول أنه نحن بوزارة الصحة مثل ما عندنا كان غرفة طوارئ الصحة العامة اللي هي عم بتدير غرفة العمليات، عم بتدير موضوع الجرحى ونقل الجرحى، هنالك كذلك خلية أزمة للنازحين. أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي شن عدوانا جويا واسعا بسلسلة غارات مستهدفا عدة قرى وبلدات بالجنوب اللبناني. كما استهدف الطيران الإسرائيلي مرتفعات جبل صافي ومليتا وبلدات جباع وعين بصوار وجرجوع في إقليم التفاح بعدة غارات جوية، كما استهدف بلدة رومين بغارة مماثلة. كما طال القصف قرية المعيصرة الجبلية في منطقة كسوران شمال بيروت للمرة الأولى.
أعلن حزب الله اللبناني قيامه بإطلاق صاروخ باليستي من طراز قادر واحد استهدف مقرا للموساد الإسرائيلي قرب تل أبيب. وأوضح حزب الله في بيان له أن هذا المقر هو المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير أجهزة البيجرز وأجهزة اللاسلكي. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح بعد رصده قادما من لبنان، كما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتنيا. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الاجتماع الذي طالبته فرنسا سيعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. الله أكبر. مجد حبيب ولا حبيب، مجد غالي ولا غالي، صدمة ولا صدمة، قصفوهم رفعين شقف يا خير. أعلنت مستشفيات قطاع غزة إيقاف إجراءات استلام جثامين 88 شهيدا من قطاع غزة لعدم توفر معلومات عن أصحابها. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن 41,495 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب 96,006 آخرون في حصيلة غير نهائية جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع والمستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. في سياق إن متصل، أعادت إسرائيل جثامين 88 شهيدا قتلوا في هجومها على قطاع غزة، إلا أن وزارة الصحة في القطاع رفضت دفنها قبل أن تكشف إسرائيل التفاصيل المتعلقة بهوياتهم والأماكن التي قتلتهم فيها. وقالت السلطات الصحية في غزة إنها رفضت استلام الحاوية التي تنقل الشهداء لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث ليتمكن ذويهم من التعرف عليهم، وطالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطلب التفاصيل من إسرائيل. تبذل مصر جهودا كبيرة من أجل إنفاذ المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة من خلال تجهيز الشاحنات المحملة بالمعونات الإنسانية والغذائية. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات برفضها عبورها إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التعسف وخلق الذرائع لمنع وصولها إلى النازحين. المزيد يستعرضه لنا الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم توجهت حوالي 55 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، وبالفعل من قام بتفريغ حمولته حوالي 20 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية ومستلزمات للخيام وفحم أيضا مستلزمات
المستلزمات للمنازل. نتابع معكم الآن خروج الشاحنات من البوابة الجنوبية التي دخلت منها هذه الشاحنات إلى منفذ كرم أبو سالم، وهي بالفعل قامت بتفريغ حمولتها وتعود الآن إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. أمس كان هناك تعنت إسرائيلي كبير لإحدى 31 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية، وبالفعل عادت هذه الشاحنات دون أن تفرغ حمولتها. إذن نحن أمام مشاهد متكررة من التعنت والتعسف الإسرائيلي الكبير تجاه المساعدات الغذائية والإنسانية في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من نقص كبير في جميع مناحي الحياة. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. استطلاع لرويترز يشير لتفوق هاريس على ترامب، واستطلاع آخر يظهر تأييد 6 ولايات متأرجحة لترامب. أشار استطلاع رأي لرويترز أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس حصلت على تأييد 47% من المشاركين مقابل 40% للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. في المقابل كشف استطلاع جديد للرأي أن الناخبين في 6 ولايات متأرجحة رئيسية يؤيدون ترامب. والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا ليلى عمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً تناول من خلاله التعرف على واقع وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز والتجارب العالمية في هذا الشأن، والفرص والتحديات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لاستعراض السيناريوهات المستقبلية الممكنة لهذه التكنولوجيا. هذا وأشار التحليل إلى أن الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل خارطة قطاع الطاقة، حتى باتت العديد من الشركات العالمية تتجه نحو دراسة استخدامه وتوظيفه في صناعة النفط والغاز، والتي تعتبر من الصناعات الأساسية للاقتصاد العالمي. ودخل البعض من هذه الشركات في اتجاه استخدامه بالفعل وتحقيق نتائج وتجارب غير متوقعة في دول مثل الولايات المتحدة والسعودية، بل يسعى بعضها لتطوير وابتكار تقنيات حديثة في هذا المجال. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات الجلسة على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 4,700,000,000 جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي نحو 31 مليار جنيه عند مستوى 2,142,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31,250 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7,420 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10,563 نقطة.
في أسواق البترول هذا، وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار في وقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة وتحسن فيه دخل الأسر مع انحسار التضخم. دفع ذلك المنظمة لرفع توقعاتها لهذا العام لكن بنسبة هامشية. توقعت المنظمة أن يشهد الاقتصاد العالمي نمو نسبته 3.2% هذا العام والعام المقبل لترتفع بذلك توقعها للعام الجاري من 3.1%، بينما تركت توقعها للعام المقبل دون تغيير. قالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية أنه مع تلاشي تأثيرات تجديد البنوك المركزية للسياسات النقدية سيلتقي الإنفاق دعما من خفض أسعار الفائدة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف وليلى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. مدبولي يؤكد أن منظومة مياه الشرب في مصر على أعلى قدر من الأمان ويعلن عن انتهاء أزمة قطاع الأدوية خلال أسابيع. مقتل وإصابة نحو 300 في ضربات إسرائيل اليوم على لبنان، وحزب الله يرد بقصف مقر للموساد في تل أبيب. وفي اليوم 55 بعد 300 للعدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 41 ألف شهيد، والإصابات تتخطى 96 ألف. فهذا نصل لختام نشرتنا. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء.